يتدخل ممثل وزير الداخلية السعودي ليخبر الوزير الجزائري بوضعية من أسميتهم أنت بين وشمتين الحراك. عدد الجزائريين الذين يبقون بالمملكة العربية السعودية بعد الحج يساوي صفر عدد، لا يوجد أي جزائري يبقى في المملكة العربية السعودية لا بقصد ولا بغير قصد بعد موسم الحج. يتأخر فقط المرضى كما تعلمين، وهؤلاء نحن نتابعهم صحيا، وبمجرد تحسن حالتهم الصحية فإنهم يدخلون إلى الجزائر. ظاهرة البقاء في المملكة العربية السعودية ظاهرة لا تمس الجزائريين في شيء، وحتى أكون صريحا فإنها تمس الجزائريين فقط في عمرة رمضان المتأخرة التي يتخفى فيها بعض الجزائريين لأداء موسم الحج، ولكنهم بمجرد انتهاء الموسم فإنهم يدخلون إلى البقاع المقدسة. وهي ظاهرة تساهم الدولة الجزائرية في تحسيس الحجاج حتى لا يعرضوا أنفسهم لمتابعات قضائية ومالية قاسية جدا، وحتى لا يعرضوا وطنهم للملاحظات، ولذلك فإن عدد هؤلاء بدأ ينقص بطريقة أو بصورة ظاهرة جدا.